نعم، عاد معنا ضيفنا من كييف الدكتور أليكسي حاران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كييف. دكتور حاران من جديد، أهلا وسهلا بك. لماذا اتخذ الرئيس زيلينسكي هذا القرار في وقت يقاوم فيه الأوكرانيون القوات الروسية؟ الأمر شكل صدمة ومفاجأة للكثير من المتابعين ولقادة دول العالم. لماذا لا يريد الآن الانضمام إلى حلف الأطلسي، السبب الذي من أجله قامت الحرب؟ ما هو القرار بأنه لم يعد مهتما بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي؟ حسنا، بادئ ذي بدء. أنا لا أعلم زميلي أستاذ في أي جامعة، ولكن جامعة أعتقد باريس. أنه كرر للأسف كرر الكثير من الدعاية الروسية. الهجوم الروسي كان غير مبرر، ولم تكن هناك أي صواريخ للنيتو، ولم تكن هناك أي قواعد للنيتو في أوكرانيا. وأريد أن أذكرك أن في 2014 تم غزو روسيا لأوكرانيا، لذا حينما نعرض الغزو الروسي فيما يخص العلاقة مع الناتو، هذا ليس صحيح تماما. إن فكرة السيد بوتين يود أن يسحق الأوكرانيين. لقد رفض حق أوكرانيا أن تعيش وأن تكون. في الواقع بوتين يفعل ما فعله صدام حسين في الكويت. لقد قال أن صدام حسين كان بريء ولم تكن هناك بلد اسمها الكويت، وبوتين يفعل المثل. فيما يخص الناتو، الرئيس زيلينسكي لم يعلن أبدا عن أي تغير في المسار، ولأنه قال أن الأوكرانيين يدعموا الناتو، لأن نحن نحتاج إلى أمن، لأن المعتدي يهاجمنا الآن. وأكبر جيش في العالم هو الولايات المتحدة، والجيش الروسي لم يخسر أبدا مثلما خطر خلال الأيام السابقة في حرب مع أوكرانيا. لذا ما قاله الرئيس زيلينسكي، قال أنه يشعر بخيبة أمل من قبل استجابة الناتو. واستجابة الناتو هي أن الناتو لن يتدخل عسكريا في هذه الحرب، وهذا مفهوم، لأن للأسف أوكرانيا ليست عضوة في الناتو، على عكس ما يقول بوتين وعلى العكس ما يقول بعض الأساتذة ويكرر زميلنا. لذا نحن هنا لنناقش سيناريوهات مختلفة لأمن أوكرانيا، ولكننا نحتاج إلى ضمانات أمنية. لا يمكن أن نكون محايدين وننتظر هجوم روسي آخر. نعم، قد لا ننضم للناتو، ولكننا نحتاج إلى ضمانات أمنية من المجتمع الدولي. ولنتذكر أن في 2014 كان لدينا ضمانات بالفعل وكانت تنتهك من قبل روسيا. لذا مجددا، هذه ليست حرب بين الناتو وروسيا، هذه حرب شنها بوتين على الأمة الأوكرانية كأمة مستقلة. نقطة. طيب.